ورجع عندكم في المباشر في الصباح فريشك على الراديو التونسي. ذكركم تسمو تشاركوا معنا في المباشر على www.radiotunisie.net. تسمونا اون ديريكت بالاوديو ولا تسمو تشوفونا على الفيسبوك تاعنا اللي هو الباش تاعنا راديو تونسي. تحيه لكم, تحيه لكل المشاهدين والمتابعين اللي تابعونا في راديو تونسي وفي برنامج صباحك فريشك. ضيوف للعدد الثاني في البرنامج صباحك فريشك اليوم باش نحكيو على ليفلمون اللي باش يصير ان شاء الله بروجينمون في تونس. باش نحكيو على ملكة الجمال البيتينات, باش نحكيو على ميس غونت تونسي في الدورة الثالثة. ضيوفنا علي صار نبداو بالليتي فيرست. علي صار رئيسة لجنة ملكة الجمال البيتينات لبنى بن اسماعيل. لبنى صباح الخير. صباح نحط كملوا. صباح الخير, تفضل لبنى. مرحبا بيك لبنى. صباحك فريشك بفورما اليوم ولا قرب الميكرو باش تسمعوك. تشبع قرب الميكرو باش نسمعوك بركدي. ها فما فلتة في الميكرو تحلى. سي بون تفضل لبنى. دونك فوالا, معناها كما قلت لكم لبنى بن اسماعيل ميس غوند عرب. تنحكيو شوي مرحبا بيك ايتن. تنحكيو بعد اكثر تفاصيل. مرحبا بيك لبنى ايتن. نستقبلوا خليل مدب. مرحبا. اداره التنظيم. مرحبا بيك. سليم. مرحبا بيك سليمان سليم, مدير التنفيذي للايفيدمون. مرحبا بيك. قبل من كل شيء نخلي شيء ما منعرفش عند تيكستيون اللي لبنى بعد نحكيه مع ضيوفنا سليمان سليم مدير التنفيذي وخليل مدب اداره التنظيم. دونك باش نبدا مع لبنى, بنسالوها كيفاش سمعت بالكاستينغ اللي كانت في لبنان 2015. والله سمعت بيه, معناها جوج في ان سبوت بوبليسيتير على التلفزة, صارت لونسمون كل شيء. بعثت الكانديداتور نتاعي بار ميل, جاوبوني قبلوا لي لا كانديداتور, وكانت من وقت الانطلاقة. معناها مشيت لبنان ومثلت تونس 2015 في كونكور ميس بيج بيوتي عربيان. دونك فوالا, كانت بلوز او موان هكايا لا بارتيسيباسيون نتاعي. باهي, وما وقفش الحد هذيك اللي انت فزت باللقب اول ملكة جمال البدينات. اسست جمعية, احكي لنا عليها. شنو هدف الجمعية هذي؟ الجمعية التونسية لإحاة النساء البدينات هي اول جمعية في العالم العربي كفكرة, جت من تونس, معناها من عندي انا. الفكرة هذية هي الإحاة بالنساء البدينات في الإحاة النفسية وإحاة معنوية وإحاة توعوية, معناها في التعامل مع جسد والتصالح مع الذات ويخذوا أكثر ثقة في رواحهم. دونك فوالا, في عنا فيها بلوزيور أتولي, عنا فيها بلوزيور معناها أكتيفيتي اللي نحن نخدم عليهم باش نحسوا, معناها نعملوا عمليات تحسيسية للعبيد اللي هما يرفضوا الاختلاف. فوالا, نظرة المجتمع قاسية ياسر بالنسبة للبدينات. احكي لنا على الانشطه, فمش كاستينغ حاجه جديده في المستقبل؟ الكاستينغ توا اللي نحن قاعدين نحضروا في ليفينمون نتاعنا اللي هي ليفينمون ناسيونال ميس غوند بيج بيوتي تونيزيا 2018. دونك ميس غوند بيج بيوتي على خاطر نحن نخدموا باللوسلوغون بيج بيوتي, خاطر فما دوت ريفانت وكل, معناها ينجموا يكونوا يتنجموا يتلانسيو اتو مومون.
نحنا سي ليفانت اللي تبعتني انا بيك بيوتي ولا كانديدات لي كانديدات اللي باش يكونوا معناها معانا في الكاستينج وفي ليفينمون اللي باش تربح باش تطلع على تمثل تونس في المغرب العربي. Donc voilà, on a prochainement samedi هذا le 23 on a un casting, la présélection تاع les miss ronde 2018. Voilà. باهي رينيك السنه في عمل تلفزي في رمضان على قناه تونسنا مع الممثل القدير لطفي بندقة. فاش كانت تجربتك هذه واسكو تجربة الاولى ولا عندك قبل تجربة اخرى؟ والله تجربه كانت تجربه فريده من نوعها على خاطر بخسك عندي لو رول برينسيبال في السلسله نتاع بندقيات معناها كان عندي اكثر من حضور على بوليس حاله عاديه اي بوليس وتعاملني واللي كانت عندي زاده بارتيسيباسيون مغرومه بالشوكولاته أي حلقة شوكولاتة خاطبي تجربة في فلاش باك زيدا دونك زيدا صورنا مع اللي ليك فلاش باك مع لطفي عبدالي لي سني وكل شيء اما مالغوزمون ما تعديتش خاطر باش تتعدى بتتخ في سيزون ثانية بندقيت كما قلت لكم معناها كانت تجربة كوميدية هزلية معناها فيها معناها تنجموا تشوفوني فيها في بلوزيوغ اكس وكل شيء وكانت حتى فما مشاركة للبدينات اللي هما اعضاء معايا في الجمعية كانت عندهم زادة مشاركة حلقة خاصة مشاركة حلوة وفكرة فكرة بالي مشاركتها في البدينات معاك في اللي هو معناها يعطي صحة لطفي بندقة اللي هو خاصص معناها لطفي بندقة خاصص حلقة كاملة معناها خلاها للبدينات وفما حلقة ولا حلقتين هي حكيت على لي روند ان جينيرال باه بلعاش سي بون شنو عندكش اعمال تلفزيون اخرى بشارك فيها في المستقبل؟ والله اعمال تلفزيون تو بوغ لو مومون نحضر في ايميسيون ايميسيون اللي هي سبيسيال معناها بوغ لي فام روند ايميسيون فاشن تو سكي فاشن بوتي لايف ستايل وتو فوالا معناها مازلنا قاعدين ديجا في التور معناها في لي تورناج نتاع ايميسيون وان شاء الله كتاب دفع ما حاجة كونفيرمي وين باش تتعدى وكل شيء باهي يعطيك الصحة شيماء باش نحكيو شوية فيسا على لبنى بن اسماعيل باش نحكيو على ملك الجمال بدينات السيزون الثالثة قلت في احدى التلفاز واحدى الاذاعات قلت البروميير اديسيون دوزيام اديسيون صارت لك المشاكل اسكو في الدورة الثالثة باش تصير مشاكل ولا باش تصير مشاكل؟ ليه ماهيش باش تصير ان شاء الله مشاكل خاطر تعمل اتفاق بيني وبين طرف معناها الاطراف اللي نورمالمون صارت ما بيناتنا بروبليم كل واحد شو هو لو مارشي ايفاست معناها كل واحد ينجم يخدم عليه انا ما عنديش مشكله معناها كي باش نلقى دي كونكورون بالعكس هو الخدمه تحلى كان كي تبدا فما كونكورونس باش كل واحد يقدم خير ونعطيو فرصه اكثر حتى البنات اللي ما ينجموش يشاركوا معايا انا ينجم تجيهم ايفنت اخرى ينجم كنوا حاضرين فيها كيف البنات اللي يحضروا في ايفنت الاخرى ينجم عندهم خلطوش عليها يخلطوا معايا انا دونك لو مارشي يسع عندي تسع الناس الكل والخدمه هي اللي تحكي معنا كل انسان خدمته تحكي عليه شو اللي باش يربحوا والله اللي باش يربحوا تو بوغ لو مومون لي كادو معناها باش يكونوا دي كادو بيان سور هديه قايمه من فما ماشي من برا ولا حاجه ميس من برا ولا حاجه هذا يحكي عليها سليم مع سليم سليم هو اللي له كوتي اورغانيزاسيون كل هو وخليل دونك تعطيكم اكثر تفاصيل تصيروا نحكيو بعد اكثر تفاصيل على اللوبنا وكل شيء سليم منسلي مدير تنفيذي على مدير تنفيذي مرحبا بك سليم صباح الخير صباح الخير الحمد لله يا ربي في فورما ديجا كنا نخدموا تعدينا لكم ديريكت ديجا انا اليوم الصباح كنا ربي عينك سليم مسلم مدير تنفيذي نحكي شوية على الفيلمون ادي حسب ما حكينا وفي كوليس اللي باش تتلهي على ميز غونت في الجزائر اللي باش تقام في سبتمبر ان شاء الله وبعد ميز غونت في المغرب وبعد باش تعملوا ميز المغرب العربي لو كنت تحكي اكثر تفاصيل على الفيلمون هذا السلام ومرحبا بكم عندما رحلة العربية قاعد تسمع فينا دونتوليكا أول حاجة بديت أنا ولبنى ما زلنا كي بدينا إن شاء الله أول خدمة بيناتنا وإن شاء الله ديما القدام نكملوا
عملنا يعني كوميتي انا وياها تفهمنا اللي باش تكون يعني ميسون تاع خدمه دوز اديسيون كيما دي كنت تحكي قلنا ثوازيام اديسيون باش تبدا ناسيونال وباش تخرج انترناسيونال انترناسيونال بيان سور مش في يعني في العالم الكل بيان سور باش تكون في العالم العربي فهمتني قلنا بوكا با سيت يعني اديسيون اللي باش تكون ميس باش تكون موجوده معنا في ليفينمون اللي في المغرب في الجزائر في الجزائر ليفينمون جي فهمتني انا بحكم انا خدمت سوغ لي مارشي الجزائريين والماروكان وكل شيء قلت بوركوا با ونيسي نخدموا مع بعضنا نعملوا حاجه باهيه فهمتني نزيدوا نخرجوا تونس ديما ماذا بينا تونس ديما البر ديما انا حاجه كبيره تقعد ديما تونس وان شاء الله يا ربي نحن تو 1 سبتمبر 1 سبتمبر عندنا في الجي اللي هو ميس غوند الجي مش كاستينغ يصير قبل ديجا عملنا لونسمون تاع الباج ميس غوند الجيريا 2018 ان شاء الله اللي باش تكون 1 سبتمبر ليفينمون تاعها كيما في تونس بالضبط يصير غاديكا والمو اكتوبر يبدا المغرب ومن بعد هذاك الكل باش نعملوا الطياره نتاع المغرب العربي الكل اللي هي باش تلم الجزائر تونس المغرب ليبيا موريتانيا كيما الناس يقولوا معناتها اللي لبدا شركه في ميسخونت في العربي علاش ليه ما نعملوش فكره ميسخونت في المغرب العربي المغرب العربي ديجا لبنى هي كانت ميسخونت بيك بيوتي 2015 شركه في لبنان كما تنت بسجور الناس كل هذه تعرف على الحكاية ديجا وشو يعني شو ميديا شو يوتيوب تقوى هذه الكل خارج تحكيت في ديشين أغاب في ديشين أغاب ما لبنى قاعدة تشد صحيح في الفكرة اللي هي لازمها تكملها فهمتني أنا الحاجة اللي عجبتني في لبنى اللي لبنى ما أي ستش فهمتني خاطر فما برشا بنيت في الدومين هذي يشوف روحها غوند ودرا شنو تقول لك نو انا نقعد نشد دارنا خير سيميو ودرا شنو فهمتني انا بحكم خدمت بارتو يعني مع لي ميز دو مون فهمتني شفت كل شيء خدمت معهم الكل ديجا فهمتني من 34 ل 36 فهمتني ما قلت بوركو با نعملوا تجربه جديده ندخلوا في لي روند فهمتني نعطيهم الفرصه نعملوا ايفنمون كبير نخرجوهم لبرا فهمتني هذيك بالطبيعة خاطر مقياس الجمال في كل شيء ديما موجود مع الجمال فهمتني بالنسبه لي ما يقتصرش على الشكل اي بيان سور حاجه كده هاك تشوف البركة العيب جنبي وانت ما تعرفه في كل شيء باهي تنسدوا نحكي معك تفاصيل معنا خليل مد بإدارة التنظيم مرحبا بيك صباح خير صباح النور صباح فراشك في فورنا ولا قايم لك من النوم بكري قمنا من لكم الصباح احنا عندنا دي رونديفو ترافاي وتعدينا بحالك صباح خير خليل إدارة تنظيم ليفينمون تاع ميس خونت خليل لو كنت حكينا شو التاج تاعك انت في إدارة التنظيم في ليفينمون تاع ميس خونت انا تو سكي اورغانيزاسيون من لي كاستينغ حتى ليفينمون حتى السواري فينال كيف معناتها انت باش تنتهي معناتها اللي سمعت البنات باش يدخلوا في ستاج في الاوتيل وبسيكاتر كيفاش معناتها اكثر تفاصيل الناس اللي في البدينات وكل شيء باش يشاركوا كيفاش لي بروسيدور باش تكون لي بروسيدور نبداو من الكاستينغ اللي هو معناها سي سامدي 23 10 اور دو ماتان في لافايت عندنا دي زوتر كاستينغ الولايات الاخرين اللي معناها تنجم تكون بعيد عليهم معناها تونس هذوك مش تلاهوا بهم زيادة وعنا معناها في التنظيم كيفاش قديش من سيليكسيون قديش من واحد التنظيم باش يتعدى 10 ايام ستاج فيرمي في دون ان اوتيل وشاك 3 جور نعملوا اليميناسيون وان شاء الله يقعدوا لنا 3 دوفين في الاخر هما اللي باش يتعداو بهم السواري فينال لبنى قديش من المشاركين قديش من المشاركين قديش مع عدد من الفنانين من بدينات المشاركين هم برشا تشفت بعض التليفون على خلال عنا ويب كام لايف يشوفونا في التليك عددو قلت لك أبروبو معناها لبارتي لكانديداتور اللي وصلتنا لتوا أكثر من 200 كانديداتور بشي تم اختيار منهم كان 12 متشاركة voilà, معناها selon des critères bien précis, bien sûr. C'est un critère, c'est le مستويات وكل شيء معناتها مستوى عادي لبنان. Les critères, tout d'abord, لازم يكون العمر
صغار معناها ابارتير دو 17 ans jusqu'à 30 ans معناها تكون التايم تاعها تكون غوند بيان سور ابارتير دو تاي 44 jusqu'à 58 selon la morphologie خاطر احنا لي كريتير نتاعنا راهو في لي ميس غوند نختارو selon la morphologie تكون عندها كيما نقولو 80 البوان نتاعها ابارتير دو 80 دو بلوس معناها 6 بلوس 6 بلوس كما نقولوا كيلو على الـ على البوان نتاعها النورمال شنو هي اخر دونك عندها ان نيفو كولتوريل محترم يعني تعرف تحكي فرونسي تعرف تحكي انجلي خاطر باش تمثل تونس ان شاء الله في معناها دون لو مغرب عرب فوالا معناها هذو ما هما لي كريتير جينيرالمون فماش دي كريتير أكيد فما الكيستيون في التحكيم وكل شيء سنة نعمل نحن كل بروفي معناها باش يكون حاضر في لجنة التحكيم معناها باش يكون عنده دي كيستيون اللي هو في دومينو باش يقايم بهم البنات خاطر نحن باش نلعبوا زادة على الحاجة النفسية معناها كانديدات كي تقف قدامنا نعرفوها مثلا نفهموها عنا معناها فكرة على الحكاية تذوما فوالا باه لوبدا تنسيدو نحكي وقت التفاصيل وقتاش الايفينمون وكل شيء نعطيو سليم منزلي مدير التنفيذي سليم الميس غونت الجزائر والميس غونت المغرب احكينا شوية وقتاش الكاستين الناس يتابعوا فينا في راديو تونس يحبوا يا جماعة من الجزائر كيفاش اسكو نفس الكريتير اللي قاتل لوبنا ولا لا est-ce que لبنى باش تشارك في الميس غوند في الجزائر وفي المغرب ولا كيفاش باهي اول حاجه نحب نقولها اللي انت قلت الكريتير هما نفسهم سي سيو خاطر بور لو مومون هي البريزيدونت نتاع لي زيفينمون الكل فهمتني يعني تقعد نفسها الحكايه فهمتني لبنى ماهيش باش تشارك لبنى هي البريزيدونت في تونس معناتها حتى لبرا تمشي هي تمشي اون طونك بريزيدونت فهمتني هي ليدي نتاعها فهمتني الفرانشيز هي تعتمد الفرانشيز فهمتني اما مش هي باش تمثل يعني مش هي باش تمثل تونس هي باش تهز شكون تمثل تونس فهمت شنو هذه حاجه و en plus de ça qu'on a narqué c'est sûr c'est de l'événement les détails de l'événement on a un coach جاي من الجي اللي هو حبيب تاتا ديجا كونو فهمتني على الشين انترناسيونال هو يدي toujours يعمل يعني دي تابلو يعني c'est un chorégraphe و en plus de ça فما نصلح حاجة سي با دي بسيكياتر شي با كوا معاهم في ليفينمون فما دي بسيكولوج دي بسيكولوج دي كوتش دو في دي بسيكولوج علاش خاطر ديما في ليفينمون هذوما فما بنات تتقلق فما خاطر باش يقعدوا بعاد على ديارهم فما برشا توجور فما سوتيان مورال فما برشا حاجات لازمهم يحكيو معاهم بالكدا والكاستينغ الكاستينغ سبت هذايا بور لو مومون عندنا البرومييي كاستينغ نحكي على الجزائر والمغرب الجزائر والمغرب انا راني نجي نقول لك حاجه انا اللي شنو الفاز اسكو سمعنا قصيت عليك على كلامك سليم اسكو الكاستينغ تاع الجزائر والمغرب اسكو تعمل سيليكسيون ا ترافير الفيسبوك ولا اسكو تمشيو للجزائر والمغرب ولا كيفاه نكونوا موجودين فما غادي كذا عندنا يعني دي ريسبونسابل في الجي عندهم لي فرانشيز هما اللي ينظموا نحن جوست نطلعوا نحضروا في الكاستينغ ونرجعوا فهمتني ومن بعديك نعملوا سيليكسيون وغاديك يعني ملي جاوا الكاستينغ نعملوا سيليكسيون نتاعهم ونعيطوا لهم فهمتني وهما فما تحضيرات سوق قبل ليفينمون كيما احنا قاعدين نحضروا تو هما زاد يحضروا ومن بعديك نحن نطلعوا بوندون لي جور نتاع ليفينمون هذه كيما في الجزائر كيما في المغرب باه ما صرت ما حددتوش الكاستينغ تاع ميس غوند في الجزائر وفي المغرب حتى اللي يتعدى ما حد اللي يتعدى حتى كملوا باه خلي المادة في إدارة التنظيم اسكو في السواغي فينال وكل شيء اسكو حضرتوش حاجة تفيلي دو مود على البدينات ولا حاجة كيفاش تكون السواغي الفينال باهي السواغي فينال باش تكون ان شاء الله في اخر جويليا نجم مش نعطيو الدريك دات اكزاكت نجم نقولو جوست انتر 28 و 30 خاطر قاعد عندي ما ديكلاش 3 جوغ هذاك ما نظمو فيه باش يكون عندنا سواغي فينال سواري فينال معناها ديفيلي دي شانتور
برشا حاجات برشا مش نحكي برشا حاجات تاوا خاطر فما كومبيتيشن اون بلوس نتاع لي ستيليست فما دي بري باش ياخذوهم في السواري فينال و بور لو مومون يعني اللي دخلت معانا الاولانيه نجم نذكر اسمها ولا اللي هي رجاء بن علي فهمتني دخلت معانا ذا اول ستيليست ديجا باش تكون معانا موجوده في الكاستينغ فهمتني وان شاء الله فما زاد عندنا دي بارتنير اخرين عندنا دي سبونسور فما برشا حاجات ديجا وان شاء الله تانتوما بيان سور باش تتبعوا كامل كامل تبارك الله ديما موجوده هو تهنى عليه كامل خليل نعاود نشارك فيسا فيسا ما عندناش عندنا وقت خليل في الانترنت تنظيم ما نعرفش اسكو خليل ولا لبنى ولا سليم على لي سبونسور فماش لي سبونسور موجودين لي سبونسور معناها خاطر لي سبونسور ديما يشجعوا لي تظاهرات هذوما بون نحن نزيدو نعملو معناها دعم شو اسمه مش دعم نيدي استغاثة لي سبونسور معناها باش يكونوا بربي شوية يتلفتونا وزارة الثقافة وزارة السياحة خاطر هذايا حاجة تخدم راهو في الثقافة وفي السياحة أكيد. معناها نحن نروجو نخدموا في حاجة معناها تخدم في الإيماج نتاع تونس لبرا دونك ميسي لشكوكو الوزارات رانا نفقدونا شوية ملين بربي شوية ملين وشوية خزيت شوية عاونوهم على كل حال خليل كلمة ختام شو تحب تقول للناس اللي باش ينجلسوا للميسرون كلمة ختام ما نعرفش عندك شيء إضافة ولا حاجة كلمة الختام معناها توا لي كونديتات اللي جايين إن شاء الله نهار السبت ويستحقوا اي انفورماسيون نجموا يتصلوا بينا على باج ميس روند بيج بيبي بيج بيوتي بيج بيوتي 2018 ولا على رقم تليفون 21-3-0-131 عاودت لي 21-3-0-131 21-3-0-131 خليل شكرا ليك بالتوفيق اكيد ان شاء الله راديو تونسي باش تجي تويك وتعمل تحت في الموضوع قولوا لي وقتاش سواري فينا باش نجيكم ونصوروكم بالريبورتاج واكيد نعطيو بيان سور زاد حتى في الكاستينغ باش تكونوا موجودين سي سور اكيد اكيد لو 23 على نهار السبت نهار السبت في الافيه على الاخر سليم كلمة ختام شو تحب تقول في الاخر كل شيء كلمة الختام ان شاء الله يا ربي يكون ايفينمون طيارة برشا ان شاء الله يكونوا الناس كل واقفين يد واحدة لازم نخرجوا ايماج باهي على تونس على خاطر فما ديزانفيتي راهم من برا جايين فهمتني باش يكونوا موجودين في السواري فينال في الجوري اي في تونس بيان سور باش يكونوا موجودين ديجا جاو قبل لتونس وخدموا معايا زاد في تونس وان شاء الله يا ربي يعجبكم كيما كنت نحكي وميرسي بوكو على الانفيتاسيون فهمتني واللي اخر كلمه نحب نقولها هكا هاو اي واحده غوند مرحبا بها اتو مومون ما تقعدش في الدار اخرج ويجا للكاستينغ ويلي مش غوند مش غوند جيني مرة من بعد ليفينمون باهي اللبنة بن اسماعيل رئيسة لجنة ملك الجمال كلمة خدام شو تحكوا ميرسي على الانفيتاسيون دونك وان شاء الله تتعاود ايفينمون تحفونا ونقدموا لكم حاجة باهية وجديدة بيان سور دونك وما تنسوش موعدنا نهار السبت الكاستينغ ميس غوند بيج بيوتي في الاوتيل وين؟ لا في سي معناها نوتخ بيرو في بيرو في بيرو غادي كافي لافايت شكون في لاشنا؟ في اللجنة باش نكونوا حاضرين معناها انا باش نكون حاضره باش نكون حاضر سي سليم المنزلي خليل المدب دونك فما معنا لا ستيليست رجاء بن علي فوالا معناها وما نجموش فما دي سوربريز باش يكون موجود كل شيء بنو تست وقتاش دونك
à partir de 10h du matin. لازم التحكيم راهو شوف هما جوري لازم نحنا نختاروا علاش خاطر نحنا لا كوميتي معناها فرق ما بين الجوري اللي باش يكون ناطخ في السواري فينال وفرق ما بين معناها الكاستينغ اللي باش يكون باش نختاروا به البنات في البري سيليكسيون دونك فوالا لبنى بن اسماعيل رئيس لجنة ملكة جمال البيتين وسليم منزلي مدير التنفيذي وخليل مدرب إدارة الترسيم شكرا لكم نورتونا وشرفتونا في هذا الفضاء المباشر في راديو تونسي وصباحك فريشك واكيد علاش لي كيفما فينال اكيد فما فينال وكل شيء فما كادوات كل شيء اللي ربح الاسبوع كل يتابعوا فينا وليش سامحني كمان باختصار نقول باختصار راهو زاد عندنا الكونفرنس دو بريس après l'événement attend qu'on le commande يعطيك ان شاء الله يعطيك الصحه لبنى بن اسماعيل وسليم وخليل اخذوا لحظه برك حتى هذا نتاو نتاو ننسوا الاغنيه نتعطيو نتعطيو الموسيقى الاغنيه نسمع صوفيا صادق وتحلى ليالي ونرشيكم هذا الكليب هذا الاغنيه من مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الدوره الحاليه نسمع نشوف الكليب ونرشيكم انفو كادو لايف هذا كله تلقاوه على www.radiotunchi.com